بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس بعنوان البيع الشخصي. طبعا مفهوم البيع الشخصي هو اتصال مباشر بالعملاء، أو هو الاتصال الذي يسعى لمحاولة إخبار العملاء بالمنتجات ودفعهم لشرائها. تختلف طبعا وظيفة البيع عن الوظائف الأخرى في المنظمة من عدة أمور. إنه رجل البيع يعتبر ممثل خارجي للمنظمة، يعني العملاء بيحكموا على المنظمة من خلال انطباعهم عن رجال البيع، وليس من خلال الفروع أو حجم هذه الفروع. تتطلب وظيفة البيع أفراد لديهم قدرة عالية على الابتكار. ليه بقى؟ لأنها لا تخضع إلى رقابة مباشرة من جانب الرؤساء زي الوظائف الأخرى. يجب أن تتوفر لدى فريق البيع القدرة على التكيف والعمل مع الآخرين. للبيع الشخصي عدة مزايا أكثر مرونة من الأدوات الترويجية الأخرى زي الإعلان والدعاية وتنشيط المبيعات. يقدر رجل البيع يعني يتمكن من تكييف وتعديل حواره وعرضه البيعي بما يتلائم مع احتياجات وسلوك العملاء. بيعرف ردود أفعالهم بشكل فوري. الهدف من البيع الشخصي إنه التركيز على النشاط البيعي الفعلي، لكن الإعلان ممكن يبقى ليه هدف أقل طموح من ذلك. بيتم تصميم الإعلان لجذب انتباه العملاء وإثارة اهتمامهم وخلق رغبتهم وتقديم المعلومات لهم، لكن قليلا ما يحفز الإعلان سلوك الشراء أو إنجاز انتقال الملكية. يساعد البائع رجال البيع في التركيز على العملاء المرتقبين. يتم الاعتماد على البيع الشخصي بشكل أساسي في بعض الأمور، زي عندما يكون سوق المنتج مركز جغرافيا، يعني مش متناثر، صناعات قليلة، أو يتم التعامل مع عملاء كبار ولكن عددهم قليل. إذا كانت قيمة المنتج مرتفعة أو يحتاج إلى خدمات أو ذو طبيعة فنية عالية، هنا يكون البيع الشخصي أكثر أهمية من الوسائل البيعية الأخرى. إذا كان المنتج يتطلب بعض التعديلات، فالبيع الشخصي هنا هيبقى أكثر ملائمة. إذا كان المنتج في مرحلة تقديمه يعتمد على البيع الشخصي. إذا كانت المنظمة ليست لديها القدرة المالية الكافية لعمل حملات ترويجية ملائمة. أنواع رجال البيع: في النوع الأول الباحثون عن الطلبيات، وهنا وظيفة رجل البيع تتمثل في زيادة مبيعات المنظمة من خلال البيع إلى عملاء جدد أو زيادة المبيعات للعملاء الحاليين. تسمى هذه الوظيفة في بعض الأحيان بالبيع الابتكاري أو الخلاق. ليه؟ حيث تتطلب أن يقوم رجل البيع بالتعرف على حاجات العملاء المحتملين وإعطائهم المعلومات الضرورية المرتبطة بهذه الحاجات. في النوع الثاني جامع الطلبات أو آخذي الطلبات، وهنا يقوم رجل البيع بأداء مهام متكررة مع العملاء ويطمح إلى تكرار عمليات البيع مع هؤلاء العملاء، ويكون التعامل في المنتجات النمطية التي يتم شرائها بشكل روتيني ولا تحتاج إلى مجهودات بيع كثيرة. مثال لذلك مندوب المبيعات الذين يعملون في متاجر التجزئة، رجال البيع التابعين لشركات الأدوية، والذين يقومون بالمرور على الصيدلات أو المستشفيات لمعرفة احتياجاتهم. النوع الثالث من رجال البيع اللي هو رجل البيع الفني، وهنا هذا النوع يقوم بتقديم المساعدة الفنية لعملاء المنظمة الحاليين، يوفر لهم كافة المعلومات الفنية المرتبطة بخصائص المنتج واستخداماته وكيفية التعامل معه والحفاظ عليه. لذلك بيحتاج رجل البيع الفني إلى تدريب بدرجة عالية على المنتج الذي سيقوم بالتعامل معه. مثال رجل بيع أجهزة الحاسب الآلي، أو المعدات الثقيلة، أو الأجهزة الطبية معقدة التركيب. مراحل عملية البيع:
واحد مرحلة البحث عن أو البحث عن العملاء المحتملين. وفقا لهذه المرحلة يقوم رجل البيع بالبحث والتنقيب عن العملاء المرتقبين، ويجب أن يكون لديه قائمة بأسماء العملاء المرتقبين، ويعتمد في ذلك على مصادر عديدة، قاعدة بيانات موجودة بالمنظمة، قيام العملاء الحاليين بترشيح عملاء جدد، البريد الشخصي للعملاء، الأدلة التجارية، المعارض التجارية، الموردون والموزعون، التليفونات والبريد الإلكتروني، الصحف. بعد ما بيقوم رجل البيع بتحديد العميل المرتقب، يجب أن يتأكد ما إذا كان هذا العميل لديه قدرة حقيقية ورغبة، أو قدرة مالية ورغبة حقيقية وسلطة اتخاذ قرار الشراء. وهنا يقوم بجمع معلومات عن مركزه المالي والرجوع إلى بعض الجهات التي يتعامل مع هذا العميل حتى يتمكن البائع من معرفة المركز المالي له، زي البنوك وبعض الشركات. المرحلة الثانية ما قبل اللقاء البيعي، وهنا يجب على رجال البيع أن يتعلموا الكثير الكثير عن منظمته، ويجمعوا أكبر قدر من المعلومات عنه، زي حاجة المنظمة، أهدافها، المنتجات التي تتعامل معها. كذلك لابد أن يعرف رجل البيع خصائص العميل الذي سيتعامل معه، وما هو أسلوب الشراء الذي يتبعه. مرحلة اللقاء، في هذه المرحلة بيبدأ رجل البيع بقى بتحديد الطريقة التي سيتم مقابلة العميل بها، وأثناء اللقاء طبعا يقدم له الترحاب والاهتمام اللائق، ويجب أن يبدأ البائع المقابلة أو اللقاء البائع باستخدام يعني عبارات أو جمل افتتاحية يعني فيها نوع من الشعور المتبادل من الود، ويطرح بعض الأسئلة على العميل بأدب وذوق، حيث تفيد الإجابة على هذه الأسئلة في تحديد احتياجات العميل بشكل دقيق. وهناك بعض رجال البيع الذين يقومون بتقديم يعني بعض العينات المجانية من المنتج للعملاء لجذب انتباههم. لابد أيضا أن يتمتع رجل البيع الناجح بدرجة عالية من الاستماع والإنصات لملاحظات العملاء. المرحلة دال، ما قبل اللقاء مع العميل، في هذه المرحلة الحقيقة يقوم رجل البيع بسرد حكاية أو قصة المنتج الذي يقوم ببيعه للعميل بشكل مختصر، يوضح له مزاياه، منافعه، قدرته على حل المشاكل التي يعاني منها العميل. ومن الطرق التي يمكن استخدامها في العرض البائع هي طريقة الـ AIDA، ويعني اختصار للحروف الأولى من الكلمات اللي هي attention، interest أو desire، والaction، الانتباه. أول حاجة يجب على رجل البيع أن يبدع في تقديم معلوماته التي تثير انتباه العميل حتى ينجح في جذب انتباه العميل. مثلا ممكن توجيه سؤال للعميل: إذا كان بإمكاني أن أخفض تكاليف مبيعاتك إلى النصف، أقدر أخفض تكلفة البيع بتاعتك إلى النص وفي نفس الوقت أضاعف حجم مبيعاتك، فهل تهتم بذلك؟ أو يقول له مثلا: أتمنى أن أقدم لك منتج يوفر لك في فاتورة الكهرباء إلى النصف، هل أنت مهتم بذلك؟ عبارات تجذب إثارة الاهتمام. إنه الكلمات الأولى التي يبدأ بها رجل البيع حديث البائع هي أهم، يعني من أهم أجزاء الحديث بأكمل. ليه؟ لأنه بيتوقف عليها نجاح رجل البيع في جذب انتباه العميل وفي إثارة اهتمامه. لذلك بقى يجب على رجل العميل أن يتجنب أن تكون العبارة الافتتاحية المقابلة البائع سلبية، أو يعني تترك أثرا سيئا في نفس العميل، أو مبالغا فيها، تهويل، مثل القول للعميل: أنت لا ترغب في تجربة المنتج، أو أنت يعني مش عايز تشتري، أو رجل البيع الذي يبيع جرارات فيقول إن هذا الجرار هو أحسن الموجود في السوق من كافة النواحي، هيبقى في هنا يعني تهويل أو مبالغة يعني. ومن الطرق التي تؤدي إلى هذه النتائج التفاعل مع دوافع الشراء. فإذا كان العميل يسعى لتخفيض التكاليف، لابد أن يركز رجل البيع على هذا الدافع، وإذا كان يسعى العميل للحصول على أعلى جودة، فلابد أيضا أن يكون مضمون العرض البيعي الجودة التي يسعى إليها. خلق الرغبة،
هي من المراحل الأخيرة، أو ما يعني إن خلق وسيلة الرغبة لدى العميل تعتبر المرحلة الأخيرة التي تسبق قرار الشراء. وهنا مهمة رجل البيع التعرف على اعتراضات العميل المرتقب والرد عليها وإقناعه بقدرة السلع على الوفاء بها بكل ما يحتاجه وحل مشاكله، حتى يمكن القضاء على حالة الشك اللي ممكن تكون موجودة عند العميل بخصوص السلع المراد شراءها. وإذا قدر يقدم هنا البائع أو رجل البيع دليل مادي على نجاح المنتج في الوفاء برغبات العميل، هيبقى ده شيء طيب وجميل. قرار الشراء. وهنا يقوم رجل البيع بعمل ملخص لأهم النقاط التي تتضمنها منهجه البيعي، مع التأكيد على أفضلية أو قدرة السلع الوفاء بحاجات العميل وعلاج مشكلته وحثه على اتخاذ قرار الشراء. وبعد ذلك بيتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها التعبير عن رغبة العميل في الشراء، زي قيامه بكتابة الطلبية أو توجيه سؤال للعميل عن تفضيله لموعد معين لاستلام السلع، أو سؤاله عن الكمية التي يرغب في شرائها. أي عبارات توضح وتبين لرجل الشراء ما إذا كان العميل ينوي الشراء أم لا. مواجهة اعتراضات العميل. 5 أنواع الاعتراضات ممكن يعترض على المنتج، سواء بقى فقدان، يعني هذا الاعتراض يرجع إلى فقدان العميل للثقة في المنتج أو عدم المعرفة به، أو فقدان الثقة في رجل البيع. مثلا زي ما بيقول له: لقد عانيت من مشكلة كبيرة عندما اشتريت سلعتكم من قبل. الاعتراض على السعر، إن أسعار منتجاتكم مرتفعة جدا ويمكن الحصول على سعر أفضل من مصدر آخر. اعتراض بسبب عدم الاهتمام، وهنا يحاول العميل توضيح عدم اهتمامه بالمنتج بطرق متنوعة، يعني يقول له: هلف لفة وارجع لك، أريد أن أتجول بين المتاجر وأخذ فكرة. اعتراض بسبب عدم الحاجة، والله أنا عندي منتج زي ده دلوقتي ولست في حاجة إلى السلع. اعتراض بسبب الوقت، وهنا يمكن يقوم العميل المرتقب بإخبار رجل البيع بأنه ليس لديه وقت كافي ولا يمكن أن يقابله الآن، مثل: إني مشغول جدا الآن ويمكن أن تتصل بي بعد أسبوعين، أو سوف أنتظر إلى العام القادم حتى تكون هناك موديلات أفضل. أساليب الرد على الاعتراضات. طريقة النفي المباشر، زي ما العميل مثلا أشعر أنه قماش هذا الجاكيت سيشعرني بالحرارة لأنه ثقيل، لا بيعترض. فالبائع بينفي نفيا قطعيا إنه جاكيت مصنوع من كتان وليس به ألياف صناعية. الحقيقة الطريقة دي بتكون مناسبة في الحالات التي يكون فيها اعتراض العميل مزيفا أو غير حقيقي، يعني نفي الإيه المباشر. النفي غير المباشر اللي هو أسلوب نعم ولا، إن العميل بيعترف جزئيا بالاعتراض لكن يبرره: يمكن الحصول على ثلاجة مماثلة للثلاجة التي تعملون فيها وبسعر يقل 10%. رجل البيع يقول له: فعلا في أسعار أقل مننا 10%، ولكن هذه الشركة تبيع لك الثلاجة تقدم ضمان 3 سنوات ونحن نقدم ضمان 7 سنوات. طريقة التعويض: إن تكلفة قطع غيار هذه السيارة الصيني أقل من تكلفة قطع غيار سيارتكم الكوري. يقول له: صحيح. رجل البيع: نعم، تكلفة قطع غيار السيارات الصيني أقل من قطع غيار سيارتنا الكوري، ولكن قطع غيارنا معمرة. معمرة بالإضافة إلى القيادة الممتعة والآمنة. يعني هو يعوضه عن ارتفاع السعر بمزايا أخرى موجودة في السلعة. طريقة العكس أو القلب أحيانا يقولوا عليها: إن لون هذا الجاكيت سيء جدا. يقول له: دي موضة هذا العام. يبقى حول الاعتراض إلى ميزة أو عكس الاعتراض إلى ميزة. طريقة الاستجواب: عندما يكون الاعتراض غير واضح، مثلا في متجر لبيع أجهزة التلفزيون أو تي في، والعميل بيقول: هذا التلفزيون لا يعجبني. فرجل البيع بيقول له: ما الذي لا يعجبك بالضبط؟ هل الحجم لدينا أحجام أخرى؟ هل اللون لدينا ألوان أخرى؟ هل السعر لدينا أسعار؟ أو هل السعر لنا أجهزة بأسعار أخرى؟ هل الإمكانيات؟ إلى آخره.
الخطوة واو إنهاء اللقاء البيعي. طبعا إن الإنهاء يمثل الخطوة الأخيرة من خطوات العملية البيعية، وهنا يقوم رجل البيع أثناء العرض البيعي بسؤال العميل المرتقب عما إذا كان سيشتري المنتج أم لا. ومن الممكن أن يقوم رجل البيع بعملية إنهاء تجريبي، كما لو كان يعني بيوجه بعض الأسئلة إلى العميل المرتقب التي تفترض أن العميل قد قام بشراء المنتج فعلا، مثل السؤال عن شروط الائتمان، طيب حضرتك هتسدد إزاي، أو الألوان اللي أنت تفضلها، أو هنسلمك المنتج إزاي، أو الكمية المطلوب شراء، ما هو الصنف الذي تفضله، ما هي الطريقة التي ستسدد بها ثمن المنتج. المرحلة الأخيرة المتابعة. بعد كل عملية إنهاء ناجحة للعرض البيعي، يجب على رجل البيع أن يتابع عملية البيع حتى يتأكد أن العميل قد تسلم في الوقت المحدد. كذلك يجب على رجل البيع أن يتصل بالعميل بعد عملية إتمام البيع ويسأله عن مدى رضائه، هل في مشكلات، هل في استفسارات خاصة بالمنتج، ويمكن أن تفيد المتابعة في تحديد احتياجات العميل من المنتجات المستقبلية.